تكلمنا عن هذه حقيقة، إنه في الجيل الأول راح تكون 5%، في الجيل الثاني 4%، في الجيل الثالث راح تكون 3%، في الجيل الرابع راح تكون 2%، في الجيل الخامس راح تكون 5%. طبعا لازم يوجد بالمجموعة عميل نجم محقق 300 نقطة، مبيعات شخصية عنده 100 نقطة زائد مبيعات من مجموعته، وهكذا يكون مؤهل. هذا الهاتف النقال لازم تكون 6000، ومثل ما قلنا يعني 1100 نقطة أو تقريبا 230 دولار. في كل خط لازم يكون معك 6000. الحافز النقدي للرحلة الخارجية تدفع مرة واحدة، هذا حقيقة لازم يكون عندك 5 أشخاص نجوم ياقوتيين كلهم استحقوا الحافز النقدي للهاتف النقال، سوف تحظى على تقريبا بالماليزي عندنا 7000 رينجت، يعني ما يعادل 1550 دولار تقريبا. اخواني هذه الخريطة هي راح توضح جزء من الموضوع اللي تكلمنا عنه، اللي هو كيف العمولات راح تبدأ من 6 إلى 18. عميل نجم راح يكون عميل نجم، لكن حقيقة لازم يحقق 300 نقطة مع 4000. لما يكون مع واحد راح تكون 27، راح يكونون 2 راح تكون 29، لما يكونون 3 راح تكون 31، وهكذا لما يكونون 4 راح تكون 33، لما يكونون 5 راح تكون 35، لما يكون نجم ماسي راح يكونون 6 معه. خطوات حساب الأرباح: تحديد حالة العضو ودرجته ونسبته، يعني حقيقة هذه الخطوة الأولى في تحديد، لأن لازم نعرف العضو. عرفنا، طيب إذا عرفنا درجته راح نعرف النسبة مالته، يعني هو ايش قد 6% لو 9% لو 12% لو 5%.